الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من ثبت وخير من اتخذ الأسباب على الثبات على صراط الله المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد للرحيل والعمل بالتنزيل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المباركون تعالوا نقف اليوم في هذه الدقائق الغالية مع الثبات أو أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم
يشرد له الأذهان، لكن الثبات على دين الله من صفات المؤمنين التائبين القانتين الصالحين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقدوتنا في الثبات أيها الإخوة الكرام هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد حورب ولقد عودي ولقد أخرج ولقد اضطهد صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر على الحق حتى بلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم رسالة كاملة. أيها المباركون، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد جاء في حديث مسلم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن قلوب كل بني آدم كقلب رجل واحد يصرفه حيث شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت: يا رسول الله، أو القلوب تتغير؟ يعني أم سلمة سقست النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأته يكثر من هذا الدعاء، فقالت له: يا رسول الله، أو القلوب تتغير؟ أو القلوب تتبدل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا من بني آدم إلا وجعل قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فقال أنس بن مالك: لقد آمنا بك يا رسول الله، ولقد اتبعناك، فهل تخاف علينا؟ قالوا: بل خاف علينا، للنبي صلى الله عليه وسلم، أتخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصابع من أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا رأينا واقعنا اليوم، وإذا رأينا واقع المسلمين، ندرك ذلك بأن القلوب تتغير وأن القلوب تتبدل. وكثير من الناس صاموا معنا رمضان في هذا المسجد أو في هذا المكان أو غير المكان، والتزموا بأمر الله، لكن بمجرد انقضى رمضان انفضوا، فانقلبت قلوبهم. وهذا أيها الإخوة الكرام، فكم من بستان له عطر رائق أصبح ذلك البستان هشيما يابسا، وكم من مسلم كان في رحاب الله، كان في طاعة الله، كانت جوارحه تشرق نورا بطاعة الله، فانقلب على عقبيه. وكثير من العصاة، ورجل عاص متردد متمرد عن الله سبحانه وتعالى، رجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ورجع إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن التفكر في هذا الموضوع لا تطير منه ألباب العقلاء، ولا تتفطر منه قلوب الأتقياء، ولا تتصدع منه أكبال الأولياء. قال تعالى: والذي لا إله غيره. يعني اسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتمعن في هذا الحديث. لأن كثير من الناس ظن أنه اشترى الأمن مع الله، وظن أنه ضمن الجنة، فاسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي لا إله غيره. والحديث متفق عليه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. يعني تجد كثير من الناس يقول لك: أنت
وعرف مكان أهل الجنة وعرف مكان أهل النار. فلا إنسان يؤمن أيها الإخوة الكرام، لا إنسان يؤمن بأنه ثابت على دين الله سبحانه وتعالى وراسخ على دين الله، ولا إنسان يؤمن بأنه زائغ عن الله سبحانه وتعالى. أيها المباركون، إن الصراط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا ذلك هو الصراط الذي وضعه على مد جهنم. الله سبحانه وتعالى درنا صراط، وهو صراط الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي نعتمر به، ووضع لنا صراطا في الآخرة وهو الصراط الذي يصب على النار. فإذا استقمت على هذا الصراط فالله سبحانه وتعالى يجعلك تستقيم على ذلك الصراط، وعلى قدر ثباتك على هذا الصراط تثبت على الصراط يوم القيامة، وعلى قدر سيرك على هذا الصراط سوف تسير على الصراط الذي وضع على متن جهنم. يعني الأحسن ما تكون هنا يكون التيسير تاعك والثبات تاعك على الصراط الذي يصب على متن جهنم. واختر لنفسك أيها الأخ الكريم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمحة الطرف، ومنهم من يمر على الصراط يمشي، ومنهم من يمر على الصراط يحبو. ولهذا أيها الإخوة الكرام دائما ندعو الله سبحانه وتعالى في صلاتنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا تثبيت الأنبياء، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على تقواك، اللهم ثبتنا على توحيدك. ولهذا أيها الإخوة الكرام يجب على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي سوف تنجيه وتثبته على دين الله سبحانه وتعالى. ولعل أهم الأسباب التي تجعلك ثابتا على الحق وعلى دين الهدى والطريق المستقيم الافتقار إلى تثبيت الله. دائما الواحد الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ما يقولش أنا بلغت، ما يقولش أنا عندي من الإيمان ما عندي، لكن يثبت ويدعو الله سبحانه وتعالى أنه فقير إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. خير النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ومن الأسباب المثبتة أيها الإخوة الكرام الإيمان بالله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضر الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لكن في الحديث ما هو الإيمان؟ هل هو الإيمان المذبذب الذي موجود عندنا، أم ذلك الإيمان الراسخ الذي رسخ في القلب ونطق به اللسان وطبقته وطبقته الجوارح؟ إنما هو ذلك القلب الذي وعد الله سبحانه وتعالى أولياءه بأن يثبتهم، ذلك الإيمان الراسخ. أما الإيمان المذبذب فليس له صلة بالحديث. أيها الإخوة الكرام، ومن بين أسباب الثبات دعاء الله سبحانه وتعالى، فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والشهوات كثيرة، والشيطان بالمرصاد، والإنسان ضعيف، فالإنسان يلح ويكثر من هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويكثر من قوله تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن بين أسباب الثبات على الحق أيضا أيها الإخوة الكرام الابتعاد عن الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، لأن الذنوب من أسباب زيغ القلوب. فلهذا أيها الإخوة الكرام يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إن استولى أسر. واعلموا أن الله صلى على نبيه وأمركم بالصلاة عليه. قال جل وعلا في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن من أسباب الثبات على الحق والهدى نصرة هذا الدين، يعني إنسان ينصر هذا الدين، ويكون النصرة، تكون النصرة أيها الإخوة الكرام بتعلم العلم وتعليمه، وتكون النصرة ببناء المساجد، وتكون نصرة دين الله سبحانه وتعالى بإعلان كلمة الحق، وتكون نصرة الدين أيها الإخوة الكرام بإزهاق الباطل، وتكون النصرة بإظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ومن بين أسباب نصرة هذا الدين الرجوع إلى العلماء وإلى أولي الأمر، يعني الإنسان يرجع إلى العلماء عندما تتلهم بك الأمور، وعندما تختلط بك الأمور ترجع إلى العلماء، فهم أوتاد الأرض وهم شموع الأرض. فقد قال ابن القيم رحمه الله: كانت عندما تختلط بنا الأمور نرجع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنسمع منه فينجلي ذلك كله. وأسباب الثبات على الحق أيها الإخوة الكرام تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى دراية وحفظا وتمعنا وتبصرا وتدبرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن بين أسباب الثبات على الحق ترك الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذه من بين الأسباب التي يتخذها الإنسان لعله يثبت على دين الله سبحانه وتعالى حتى يلقى وجه الله سبحانه وتعالى ويرضى الله عنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والمؤمنين إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا والمؤمنين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد غير ذلك اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف
وبنكهات مختلفة، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك